هذه حنا 22 عام وحنا كناشدوا هذه المحكمه هذه ما نصفطناش، حنا كنطالبوا جلاله الملك الوحيد يدخلنا في هذا المشكل ديالنا. راه ماشي نهار ولا يومين ولا سيمانه ولا شهر ولا عام ولا عامين ولا ثلاث سنين، راه اربع قرن وحنا كنغوتوا وكنطالبوا بصاحب الجلاله هو اللي دخلنا في المشكل ديالنا. محكمه معمره نصفطنا، وكنطالبوا بجلاله الملك. الرساله ديالنا واضحه لسيدنا، وهاد الناس كامله كتعاوننا باش الصوت ديالنا يوصل لسيدنا. حنا كنطالبوا من الناس المسؤولين على يد سيدنا، هما اللي عطيو فتح تحقيق في هذا المشكل هذا ديالنا. السلام عليكم. كان مقرر سي محمد كان غادي يجي اليوم عند السيد الوكيل باش يبين ان حسن النيه بانه مادام فسحوا تحقيق ممكن يكون تحقيق، ولكن ملي سولنا ان خص تكون مسائل قانونيه. دابا الشكايه راه جات من عند سي محمد عبد النبوي، دابا الشكايه راه جات من بعد جات الشكايه، ودابا كنتسناو الوكيل ديال القنيطره يفتح التحقيق، وهذا ممكن السيمانه الجايه ان شاء الله. والسي محمد راه مستعد انه يعني يستمع الوكيل في انتظار تحقيق مطالب اعاده تحقيق لا اقل ولا اكثر. بغينا وما بغينا حتى شي مشابه به يشدوا شي واحد كبش فداء، ما كنبغيو ما يسدوش الملف يحيدوا بنطازوت ويسدوا الملف. حنا ما باغين حتى شي كبش فداء. الظلم اللي تعرضنا ليه ما بغينا حتى شي مواطن، لاننا سمعنا دابا مؤخرا بان السلطه راه شدات واحد وضغطات عليه وقالت لي قول انت اللي قتلتي الاسد، وممكن ملي الاسد الهيني يبحث في الموضوع يخبر الاعلام ان استاذه خديجه بن طازوت الاسد ديال الاخت ديال سي محمد. يعني السلطه راه شدات واحد وعطات وقتلت العصا وقالت لي قول انت اللي قتلتي القرشي، ولكن كان مصر هو من الناس ديال الملتزمين، الناس ديال الجماعات الاسلاميه. وممكن سي الهيني غادي، لان دابا قال لك خصنا المسائل تكون فيها واحد النوع من التكتم. حنا ما غادي نمشي ما غاديش نعلنوا على بزاف د الحوايج، وكاين قرائن جات جديده نتمنوا السلطه تبحث فيها. شكرا لكم. السلام عليكم. كنشكر الحضور الكريم اللي حضروا اليوم تضامنا مع الاخ بن طازوت اللي هو كيبحث على البراءه ديالو. انا بصفتي كرئيسه الفرع جمعيه الدفاع عن حقوق الانسان بسيدي الطيبي جيت كنعلن التضامن ديالي مع بن طازوت، وكنتمنى ليه البراءه ديالو، وكنتمنى القانون يدير المجرى ديالو ويحقق ليه البراءه ديالو، وشكرا.